السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الدرس الجديد ديال مونطو طويل حتى لتحت. هانتي كتشوفي سيداتي، ها هو فيه لي بوش بلاكي، وفيه هذا الكول هذا شوميزيي، وفيه واحد الطويات او واحد البليات في الكميمات. هانتي كتشوفي سيداتي، غادي نفصلوا معكم وغادي نخدموا معكم وغادي تشوفوا معايا جميع التفاصيل. ما تمشيو فين، خليكم معايا. السلام عليكم سيداتي، مرحبا بكم معايا في درس جديد ونهار جديد وموديل جديد. قبل ما نبدا معكم سيداتي، عندي لكم واحد الشكر الخاص للناس القدام ديالي اللي متبعيني وكيكملوا الفيديو ديالي حتى الاخير وكيخليوا لي لايك والكومونتيرات الزوينين ديالكم اللي كيحفزوني. وكذلك كنشكر الناس اللي كيدخلوا عندي جداد واللي كيتابوناو معايا، لكم الشكر جزيل من عند القناة ديال ظاهرة كوتور. نبداو على بركة الله سيداتي. هذا كناخد الطول سيداتي، كنعبر الطول ديالي، عندي مترو 40 سنتيم، كنزيد عليها 4 سنتيم ما بين لوغلي والمونتاج، يا مترو 44 سنتيم. هاي سيداتي كنقطع الطول من بعد سيداتي، كنخلي هنا واحد العبار ديال 3 سنتيم، 3 في الحاشيه ديال الثوب حتى لتحت. عاد كنطوي الثوب ديالي على هذيك 3 سنتيم بهذا الشكل، هذيك 3 هي هذه، وكنطوي الثوب ديالي هكذا سيداتي. هاد 3 سنتيم اللي كنزيد هنا هي لا كروازور اللي غادي يكون عندي عليها الصدف ديالي. دابا كناخذ العبار من هنا، كناخد سيداتي 8 سنتيم من هنا، وكنهبط بجوج سنتيم، كنقور هاد التقويره ديال الخلف. من بعد كناخد العبار ديال الكتف ديالي، عندي 21 سنتيم، كنهبط من هنا لهنا 3 سنتيم باش كنهبط الكتف ديالي، كنلاقي النقطه ديال الكتف مع النقطه ديال العنق بهذا الشكل. من بعد كنهبط نيشان واحد العبار ديال 20 سنتيم، كنتقابل معاه وكنعبر الربع ديال الصدر ديالي اللي هو 28 سنتيم زائد سنتيم هي 29 سنتيم هكذا سيداتي. من بعد كناخد بيروكي ديالي وكناخد الدوره ديال التركيز بهذا الشكل. دائما كنحرص على ان هاد الجهه هادي رقيقه تكون صوب الكتف. هاد الكلام كنوجهو للمبتدئات سيداتي بهذا الشكل، وكنطراسي هكا التركيز. البيت سيداتي كناخد 12 سنتيم، كندخل بها بجوج سنتيم باش كنطراسي الايفازي ديالي بهذا الشكل، وكنعبر 12 سنتيم واحده اخرى هي اللي كنخرج بها هكذا، وكنتقابل معها وكنعبر الدوره ديال الحوض الباسان اللي عندي 31 سنتيم زائد سنتيم هي 32 سنتيم هكذا سيداتي، وكنهبط حتى الاسفل. ودابا كنحاول ندفع شويه هكا قبل ما نفتح هذه الجهه، نجر هذه شويه هكا باش تعطيني الايفازي اكثر هكا سيداتي، وباش يبقى لي الجلال عريض اكثر. هذه طريقه اخرى باش تفصلي سيداتي بلا ما تضيعي الثوب بزاف، يعني والثوب كامل اللي كيبقى عندك كله كيدخل في المونطو. وكنفتح من هنا سيداتي،
من بعد كنقلب هاد الجهه هكا عندنا هكا، وكنحط فوق منا الخلف بهذا الشكل، ودائما كنخلي ديك 3 سنتيم هنا ملي كنقلب الثوب، كنخلي دائما ديك 3 سنتيم كنحافظ عليها هكا سيداتي. ودابا عطانا العرض في الجلال، وهنا ما ضيعناش الثوب، ما بقاش ضايع لينا هنا غير يتقطع. وبعد ما قديت الثوب ديالي دابا كنقطع هكذا سيداتي، هذا الخلف، كتيف، تركيز، ودابا كناخد الخلف كنحيدو وكنخدم على الامام، كنهبط فيه ب 8 سنتيم وكنقور واحد التقويره ديالي بهذا الشكل. للامام بعد سيداتي كناخد العبار ديال الدوره ديالكم أو ديال التركيز بحال هاد الشكل، عطاتني 29 سنتيم، لي غادي نديرها أنا هنا في أعلى الكم ديالي، كناخدو التوب كنطويو على جوج، كنعاودو نطويوه على ربعة بهاد الشكل، هاكا سيداتي. كناخد الطول ديال الكم ديالي من هنا، كناخد الطول من هنا، عندي 64 سنتيم، 13 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطة هي 14 سنتيم. كنجي لهاد الجهة هادي كيف عودتكم، كنهبط فيها ب 12 سنتيم، كنتقابل معاها، يعني كنبدا من هاد لوكون هذا، من هاد القنيت هذا ديال أعلى الكم، وكنهبط نتقابل مع هاديك النقطة ديال 12 سنتيم، وكندير 29 سنتيم اللي لقيتها في الدورة ديال الكم ديالي. من بعد سيداتي كنطور واحد الطلعة هكا هكا بحال كنطلعو، وكنعاودو نهبطو بهاد الشكل حتى نصيلو النقطة ديال 12 سنتيم. من بعد سيداتي كنسدو الكم ديالنا من أعلى الكم إلى أسفل الكم هكذا سيداتي هكا. بعد ما سديناه هكا بالمسطره كنحاولوا ما امكن ندخلوا ما بين سنتيم ونص حتى لجوج سنتيم ديال الايفازي ديال الكم ديالنا. كنبداو بهذا الشكل هكا سيداتي، كنبداوه من هنا سيداتي، كنبقاو كندخلوا واحد تقريبا ما بين سنتيم ونص حتى لجوج بهذا الشكل، وحتى كنوصلوا لاسفل الكم بلا ما نخسروا العبار ديال اسفل الكم مع اعلى الكم، كنحافظوا على هذوك النقاط، ولكن هنا في الوسط كندخلوا باش نايفازيو الكم ديالنا سيداتي بهذا الشكل. ملي كنقطعوا الكريمات ديالنا الكميمات ديالنا قطعناهم، ودابا ندوز نخدم معاكم الكول ديال هاد المونطو. غادي ناخدو التوب ديالنا سيداتي بحال هكا، كنخليو نطويه على جوج، كنعاودو نطويه هكا على ربعة بهاد الشكل، هكا سيداتي. وكناخد من هنا لهنا 24 سنتيم، والعلو ديالو غادي ناخد فيه 10 سنتيم هكذا.
10 سنتي. كنسطر هكا وكنسطر بهذا الاتجاه هكا. كناخذوا سيداتي هذه الجهه هذه اللي هي مطويه، كندخل فيها بواحد 1 سنتيمتر ياك، وكنخدمها انكليني على هذا الشكل، كنخرجها هكا هكا سيداتي. وهاد الجهه اللي مفتوحه كنطلع فيها ب 2 سنتيمتر باش تجيني هكا مقوره بهذا الشكل هكذا سيداتي. هذا هو الشكل ديال الكول ديالي سيداتي اللي عطانا. دابا كنقطعو هو الكول اللي حصلت عليه سيداتي. سيداتي الطريفات اللي بقاو كنخرج منهم لي بوش بلاكي اللي قلت لكم غادي يكون فيهم واحد العبار ديال 30 سنتيم على 20 سنتيم بهذا الشكل. غتكون عندي 30 سنتيم في العلو ديالهم و20 سنتيم في العرض ديالهم بهذا الشكل. كنقطع سيداتي الجيوبات ديالي بهذا الشكل، وهكا كنكون ساليت الفصاله ديالي. ندوز نشوف معكم المونتاج ان شاء الله بحول الله. رجعت معكم المونتاج سيداتي. غادي ناخذ الجويبات ديالي، غادي ندير لهم لوغلي واحد جوج سنتيم بهذا الشكل، والجويب الاخر حتى هو بعد ما جيت الاسفل يعني في هذا الجنب تحت الابد عبرت 22 سنتيم كذا سيداتي. دائما كنطوي سنتيم هذا هو الجويب ديالي. غادي ندير الجهه الاخرى حتى هي بنفس الطريقه. كنحط على هاد الكرانه هكا الجويب ديالنا وكنطوي سنتيم بهذا الشكل. نطوي سنتيم من تحت بهذا الشكل. من بعد كناخذ الكميمات ديالي. خليت سيداتي واحد العبار هنا ديال 10 سنتيم، وغادي ودرت واحد الكرانات ودرت 5 سنتيم كرانه 5 سنتيم كرانه واحده اخرى باش غادي ندير واحد الخياطات اللي غادي يجيو في الجنب ديالكم. غناخذ فيهم سنتيم ديال الخياطه وعبر الصباط بهذا الشكل. غيجيو كديسان فوق الكميمات ديالنا.
كنجي كندير هنا لوغلي جوج سنتيم، وهذا هو الكميم ديالنا كنحصلوا عليه على هذا الشكل، فيه هذه الخطوط او هذه التنيات هكا، كيعطي واحد لو شارم للمونطو ديالنا. بنفس الطريقه كنخدم لكم الاخر. كندير لوغلي من بعد كناخد الخلف وكنمونطي الكتاف ديالنا هكا. كنمونطي الكميمات ديالنا بعد ما كنكراني الوسط فعودتكم سيداتي، كنمونطي المونطو ديالي بهذا الشكل هكا سيداتي، وكنحاول هاد الخطوط اللي درت كنحاول ندوزهم على اتجاه واحد، يا اما من الفوق يا اما من التحت. كانوا من الفوق كنطلعهم كاملين هكا من الفوق بنفس الاتجاه هكا، انا درتهم يشوفوا الفوق، وكتمونطي في الاخر هكا. الطريقة كنخدمو بها الجهة الأخرى، كنمونطي الكوطي ديالي بنفس الطريقه اللي مونطيت بها الجهه الاولى هكذا سيداتي. كيف قلت لكم حاولوا هاد الطويات هادو تخليهم للاعلى، يعني بما انني درت الجهه الاخرى للاعلى حتى هذه غادي يكونوا كيشوفوا في الجهه الاعلى. you
المونطاج ديالي سيداتي، كنجي للاسفل وكنطوي 3 سنتيم داك اللي كنت خليت، وكنطوي 2 سنتيم ديال لوغلي، ودابا ملي قربنا نوصلوا للنهايه كنطوي ثاني 3 سنتيم اللي هي لا كوازور اللي كيكون فيها الصدف، وكنطوي 2 سنتيم ديال لوغلي هكذا سيداتي. ودابا غندوزو نمونطيو الكول ديالنا ونبريباريوه بهذا الشكل. كناخدو كنطويو هكا على جوج، كنلاقيو هاد الكول هكا، كنسدو من هنا سنتيم ديال الخياطة، كنسدو من الجهة الأخرى هكا سيداتي. وكنقلبوه بهذا الشكل، نخرجوا هاد لي بوانتي هادو هكا، نقلبوا الجهه الاخرى هكذا سيداتي هكا، كنطويو على جوج، وكنكرانيو الوسط ديال الكول بهذا الشكل هكا، وكنكرانيو الوسط ديال المونطو ديالنا، الوسط ديال الكول ديالو هكا من الخلف حتى هو بهذا الشكل. ومن بعد كناخذوا هذيك 3 سنتيم اللي كنا درنا او اللي خلينا ديال الصدف، كنطويوها وكنخدموا فيها واحد سنتيم مسدود هكا، وكنقطعوه وكنفتحوه بهذا الشكل، وكنقلبوا هذاك السنتيم اللي كيعطينا هكا، كيعطينا واحد السنتيم خارج بهذا الشكل، وكيعطينا واحد السنتيم هنا اللي هو فين كنشدوا الكول ديالنا، كنكلاصيوه بهذا الشكل، وكندوزوا للجهه الاخرى حتى هي، كنطويو ديك 3 سنتيم ديال الكوازور اللي درنا، وكنخيطوا فيها واحد سنتيم هكا، وكنكرانيو على هذاك السنتيم، وكنطويو كنخرجوا هذيك السنتيم ديالنا، وهذا هانتي كنظن واضح سيداتي. وكنكلاصيو هاد البلاصه هادي فين غادي نشدو الكول ديال المونطو ديالنا. ودابا كنجيو لهاداك القنيت اللي خرجنا، كناخدو غير جهة من الكول ديالنا هكا، جهة وحدة يعني ما كنخليوش على جوج، كنحلوه نديرو جهة وحدة، ونبداو من هذاك الان سنتيمتر اللي خليناه خارج، وكنمطيو الكول ديالنا بهذا الشكل. دائما هاد الكرانة تكون فوق الكرانة، انت كتشوفي سيداتي العبار مضبوط او الفصاله مضبوطه، ها هي جات كرانة على بعضها، يعني العبار اللي عطيته لكم راه حقيقي وراه ناجح سيداتي. غير تبعوا المرحله، وخاصه المبتدئات راه ما غاديش يخدلكم هاد المونطو، غادي تنجحوا فيه ان شاء الله بحول الله. ودابا كنرجع للاول فين بديت، وكنطوي داك سنتيم اللي خليته ديال الكول ديالي، وكندرك به جميع هذوك العيوب اللي عندي، وكنكلاصي الكول ديالي بهذه الطريقة هكا سيداتي كيف كتشوفي. كنتمنى يكون واضح.
هكا حتى كتسالي سادتي هي وكدوزو ودابا الان بعد ما ساليت مونطو ديالي ما بقى لي غير نركب لي الصفيفات ونروباسيه وندوز نشوف معكم الشكل النهائي ديالو ان شاء الله بحول الله. وهذا هو الشكل النهائي سيداتي ديال المونطو ديالي اللي فصلته معكم ومونطيته معكم. انت كتشوفي سيداتي جا راقي غزال كيحمق. نتمنى تفصلي معايا سيداتي وتتبعي معايا جميع المراحل باش تخرجي بهذه النتيجه، والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.